طيب خلينا مشاهدين الكرام اسمح لي أستاذ أحمد أنتقل إلى ما أشرنا إليه في بداية حديثنا، الموضوع الفلسطيني المهم جدا حقيقة. أهلا ومرحبا بالأستاذ إبراهيم المدهون الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. يا مرحبا أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا بكم. عدوان جديد على أهلنا في جنين تحديدا هذه المرة، وارتقاء 4 شهداء، خطورة هذا الاستنزاف وهذا الهجوم الجديد على جنين بهذه الطريقة. هو خطورته تكمن في تكرار، يعني منذ أكثر من شهر هناك أكثر من عملية إجرامية تستهدف مخيم جنين. زادت وتيرة العمليات الإجرامية الصهيونية ضد مخيم جنين بعد اجتماع العقبة. يبدو أن هناك سياسة إسرائيلية لدى الحكومة المتطرفة، حكومة بنيامين نتنياهو بن كفير، بإلغاء أحكام السيطرة على جنين والعمل على ملاحقة وضرب واغتيال المقاومين الفلسطينيين هناك. هناك قلق إسرائيلي من القوى المتصاعدة، قوى المقاومة المتصاعدة في مخيم جنين ونابلس ومجموعة وعدد من المدن الفلسطينية والمخيمات في الضفة الغربية. هذا العدوان يأتي يعني أمام صمت حقيقي وأمام استفراد إسرائيلي مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية. هناك كانت محاولة لتجريم. طيب أستاذ إبراهيم، أستاذ إبراهيم، الاحتلال في الساعات الماضية كان يتحدث عن ضربة أمنية تلقاها في الشمال في حيفا، فإذ به يقتحم جنين. هل من رابط بين الأمرين؟ لا، أنا لا أعتقد أن هناك رابط. هناك تضخيم دائما من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة العمل على حرف الأنظار عن سياسات المحددة والحقيقية. الاحتلال الإسرائيلي الآن يركز على الضفة الغربية وبسط سيطرته هناك وتنفيذ مجموعة من الجرائم والاغتيالات، بالإضافة إلى عمليات الاعتقالات الواسعة وانتهاكات تطال المسجد الأقصى وتوسع للاستيطان. التركيز على الضفة الغربية لأنه هذه الحكومة حكومة متطرفة تنظر إلى الضفة الغربية بأنها جزء من أرض إسرائيل وأنه لا يحق لأي فلسطيني أن يعيش فيها. لهذا لكن أستاذ إبراهيم، هذه الحكومة المتطرفة ستفرض أو فرضت معادلة جديدة بتقديرك، هي أنه تعتدي تقتل ثم نسمع إدانة ثم تعتدي وتقتل ثم إدانة ثم قتل ثم إدانة هكذا؟ لا، هناك معركة تحاول أن تفرض معركة استسلام على الشعب الفلسطيني، لكن أنت تعرف أن أيضا وتيرة العمليات وعمليات الانتقام والمقاومة الفلسطينية أيضا متصاعدة. نعم. يعني من عملية حوارة إلى عمليات القدس إلى الكثير من العمليات التي نفذها الأبطال الفلسطينيين، لكن لا شك أنها تستغل، هذه الحكومة تستغل الصمت الأمريكي والتواطؤ، بالإضافة إلى الصمت العربي. وللأسف يعني هناك مكافأة لهذه الحكومة بأن يكون هناك اجتماعات مثل العقبة والشيخ شرم الشيخ وغيرها هذه، وهناك بعض الدول تذهب إلى عمليات التطبيع والتقارب مع الاحتلال. كل ذلك يشجع هذه الحكومة على زيادة وتيرة العدوان والإجرام. تراها ذاهبة لتوسيع العدوان أكثر بعد تضخيم ما جرى في حيفا حكومة الاحتلال؟ لا يوجد يعني علاقة مما جرى في حيفا، لكن هناك سياسة استراتيجية إسرائيلية مع هذه الحكومة بأن يكون هناك توسعة في الاستهداف أو توسعة في العدوان على شعبنا الفلسطيني، إن كان في القدس أو جنين أو نابلس. ونحن اليوم يعني لا يكاد يوم يمر دون استهداف ودون قتل واغتيال وعمليات أسر. ولهذا هناك تركيز من قبل هذه الحكومة على الضفة الغربية، وهناك مقاومة فلسطينية وهناك حالة اشتباك. لا شك أن الواقع الفلسطيني اليوم يعني ليس بالمثالي لمواجهة الاحتلال. في موقف لافت قبل قليل من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يقول إسرائيل والسلطة تحاولان القضاء على المقاومة بالضفة، هل تراه تصعيدا بوجه السلطة؟ أهمية هذا الموقف بنصف دقيقة أستاذ إبراهيم. هناك حالة غضب من قبل الفصائل الفلسطينية وعلى رأس حماس من دور السلطة المتواطئ. أصلا هناك رصد عمليات انسحاب قبل، عمليات انسحاب من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية من مخيم جنين قبل العدوان الأخير.
اليوم حماس في الجزائر، نتمنى لحركة حماس أن يكون لها دور فاعل في تشبيك مع الدول الإقليمية وخصوصا دولة الجزائر لتأخذ دورها. الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني إبراهيم المدهون، شكرا جزيلا لك. أختم معك.